CYC is a free channel that presents the Word of God for everyone. Your support will help us to continue the mission. Visit our website, cycnow.com. Even a dollar will make a difference. كم أشكر تشريفكم لنا بالحضور في هذا الاحتفال المقدس باليوبيل الذهبي لأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية. وأقول الاحتفال المقدس باليوبيل الذهبي كقول الوحي الإلهي في سفر اللاويين، وكلم الرب موسى في جبل سيناء قائلاً: وتقدسون السنة 50 وتنادون بالعتق في الأرض لجميع سكانها، تكون لكم يوبيلاً مقدساً. وفي هذا اليوبيل المقدس كم نفرح جداً يا أحبائي بأعمال الرحمة التي قامت بها أسقفية الخدمات عبر 50 عاماً الماضية في مجالي التنمية والإحسان بالفقراء إخوة الرب الأصاغر. الكلمة الأولى كلمة إبداع، بلا شك إنشاء أسقفية الخدمات على يد المتنيح البابا كيريلوس، وأول رائد لها نيافة المتنيح الأنبا صموئيل، بلا شك كان هذا إبداع في الكنيسة القبطية، فهي أول أسقفية عامة، وهي أول كيان اجتماعي يخدم بهذه الصورة، وبدأ من لا شيء وبدأ البناء يكبر وينمو عبر الأيام. لم تكن هناك أسقفيات عامة، ولم يكن هناك كيان اجتماعي جوه الكنيسة القبطية يخدم بهذه الصورة، وحتى في الوطن لم يكن هناك كيان أيضا وطني يخدم بصورة متسعة في جهود التنمية. فهذا إبداع بلا شك، وعمل الروح القدس فيه عمل واضح على يد البابا كيريلوس وعلى يد المتنيح الأنبا صموئيل. الأمر الثاني لهذه الأسقفية أنه إيداع، وأقصد بالإيداع إيداع المحبة والرحمة في قلوب الناس والمحتاجين والفقراء. لا تنسوا يا أحبائي عبارة القديس يوحنا ذهبي الفم، عبارة قصيرة ولكنها عميقة للغاية. العبارة 3 كلمات: الفقراء هم حراس الملكوت. امتداد الخدمة من بداية أنبا صموئيل، ثم استشهاده في 81، ثم فترة انتقالية لنيافة الأنبا أثناسيوس، ثم تكليف نيافة أنبا سرابيون بهذه الخدمة عبر 10 سنوات، ثم امتدادها حتى الآن مع نيافة الأنبا يؤنس. تواصل الأجيال، ربما عدد كبير من الموجودين ويانا ما كنوش شافوا الأنبا صموئيل. الكنيسة بالحقيقة هي مؤسسة روحية تخدم الروح وخلاص الإنسان، ولكن الكنيسة أيضا خادمة للمجتمع، وتخدم المجتمع دون النظر للجنس ولا الدين ولا العرق ولا أي شيء. ودي مسؤولية مهمة جدا في العمل وفي الخدمة، إن الخدمة اللي بتتسع وبتكبر وبتنمو. من القصص اللطيفة أحب أحكيها إن بعثة تبشيرية أنشأت مركز علاجي لخدمة بعض القرى في والقبائل في أفريقيا،
لكن مركز العلاج ده كان بعيد عن القرية، فالناس تمشي مشوار كبير عشان تاخد العلاج والدواء. وبعد سنوات أنشأت الدولة مستشفى جوه القرية عشان تريح الناس من المشوار. لكن فوجئوا بشيء غريب جدا، إن الناس أهل القرية ما زالوا متعلقين بالمركز العلاجي البعيد، فاستغربوا. فجابوا شيخ القبيلة قالوا له إحنا حبينا نريحكم ونعمل لكم مستشفى في نفس البلد بتاعتكم، ليه بتروحوا الحتة البعيدة؟ فهذا الشيخ المختبر قال هذه العبارة، قال يمكن الدواء اللي هنا هو اللي هنا، اللي في المستشفى هو اللي في المركز العلاجي، ولكن اليد التي تقدم الدواء تختلف. الإيد اللي بتقدم الدواء، أنتوا الإيد اللي بتقدم الرحمة. ممكن في جهود حكومية وجهود وطنية كتيرة ومخلصة أيضا، ولكن عمل الأسقفية هو يد المسيح التي تصل إلى كل إنسان. أنا من كل قلبي أشكر كل اللي عمله على امتداد أجيال عمر الأسقفية، كل اللي عمله وكل اللي خدمه وكل اللي احتلوا فيها مراكز عمل وخدمة امتداداً من بدايتها. وأنا أعلم أن البداية كانت قليلة جداً وبسيطة خالص، ولكن ابتدأت بجهود إنسان مخلص ومحب لكنيسته، محب لوطنه، محب للإنسان بصفة عامة. وأتمنى أمرين أحلم بيهم لهذه الأسقفية. الأمر الأول أن تنشأ في إبرشيتنا بصفة عامة مكاتب لأسقفية الخدمات، مكتب. كل إبرشية تحتاج إلى كل الجهود اللي بتقدمها. المكتب في إبرشية كذا هيتابع وهينمي وهيساعد في مشروعات معينة تتناسب مع احتياجات الإبرشية. فعندما ينتشر فكر التنمية ينتشر، ويبقى من أساسيات هذا المكتب أن يدرب خدام على نشر فكر التنمية وليس فكر التواكل. صحيح في النظام الأسقفية ناس مسؤولة عن بحري وناس مسؤولة عن الصعيد الأوسط والصعيد، تقسيمات الصعيد كلها، القاهرة، إسكندرية، أيضا إخواتنا الأحباء خارج مصر في بلس في كل بلد، ده كله أمر كويس. لكن وجود مكتب، وجود اهتمام بالتنمية في كل إبرشية أمر جيد أتمنى أن أراه. الأمر الثاني اللي بأحلم به أن جهود الأسقفية ربما تكون معروفة قوي في محليتها، يعني ربما في القاهرة، ربما في منطقة عشوائية، ربما في قرية معينة، لكن جموع كنائسنا والآباء والخدام ما يعرفوش قوي. ولذلك أتمنى أن يصدر عن الأسقفية مجلة، تقرير، نشرة، تصدر مثلا بصورة دورية كل 3 شهور، كل 6 شهور، وتبقى واسعة الانتشار. لأن الفكر نفسه هو المهم، أنه يوجد عند الخادم وعند الخادمة في كل مكان.